اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في الجزء الاول من ساعتين ما قبل مباراه النادي الاهلي ونادي اطلع بره من جنوب السودان، خبرنا التحكيمي النجم. ازيك يا كابتن اسلام؟ كل سنه وانت طيب وكل الشعب المصري بخير، وعيد سعيد عليهم جميعا يعني، ودايما الشعب المصري ومصر في خير وسعاده وفي امان باذن الله. يا رب دايما يا رب ان شاء الله. كابتن ايمن، اولا قبل ما ابدا بس، وحضرتك تكلمنا عن طاقم التحكيم الاوغندي اللي هيدير هذه المباراه، عايز حضرتك برضو اعرف وجهه نظرك في اختيار الكابتن سمير عثمان رئيسا للجنه الحكام في الاتحاد المصري لكره القدم خلال الفتره القادمه. طبعا يعني انا طبعا رايي في كابتن سمير او مجروح، لكن احنا احقاقا للحق كابتن سمير عثمان من افضل الشخصيات اللي موجوده في التحكيم، وباذن الله انا عندي باذن الله ان كابتن سمير باذن الله في القادم باذن الله هينجح نجاح كبير. كابتن سمير اهل ان هو يبقى رئيس لجنه حكام. مقومات الكابتن سمير يا كابتن اسلام بيحمل كل المقومات اللي تخليه ان هو يدير المنصب ده بنجاح. الحقيقه مش عايز اقول غير ان هو ان هم صادفهم يعني ان هم اختاروا اختيار فعلا مناسب، ويستحق الكابتن سمير يكون موجود في المكان ده. وعايز اقول لك إن إن, ان 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 اي مكان بيتواجد فيه الكابتن سمير عثمان بصراحه بيضيف للمكان، عشان اتكلم بمنتهى الوضوح. طبعا بيضيف للمكان، ومع ذلك هننتقده في هننتقد سياسات الكابتن سمير عثمان في حال ما اذا كان هناك سياسات احنا شايفينها من ناحيه خاطئه من وجهه نظرنا يعني. كابتن اسلام اللي انت بتقوله ده هو دايما قناعات الكابتن سمير، وده اللي احنا دايما بنعمله. احنا دايما بنقول يا كابتن اسلام احنا ما عندناش حتى في التحليل بتاعنا في الشغل بتاعنا ما عندناش هجوم للهجوم، احنا بنتكلم بما يرضي الله. دايما بنقول لو في حاجه مش صحيحه بنقول بننتقد نقد بناء بحيث ان احنا نصلح منها او نعدل منها. مظبوط. فحتى كابتن سمير لو موجود واحنا بنقول له كان موجود وبنقول له هنا نصيحه، احنا هدفنا الهدف مننا ان احنا نرتقب التحكيم او نوصل للاحسن يعني. طبعا. ولكن انا باذن الله شايف ان باذن الله كابتن سمير باذن الله هيكون ليه دور كبير في التحكيم المصري في الفتره القادمه، ومش في مصر بس، في على مستوى افريقيا والاتحاد الدولي، لانه يستحق ذلك بصراحه. ان شاء الله نتمنى له يا رب كل التوفيق خلال الفتره القادمه. طاقم تحكيم من اوغندا لمباراة اليوم النادي الأهلي ضد نادي اطلع بره من جنوب السودان. لو حضرتك تقول لنا أسماء الطاقم. عندنا طاقم هنا حكام أوغندي، الحكم براين ميرو ده الحكم، معاه مساعد أول لي أوكيلو، وبعد مساعد تاني موسى باليكو، والحكم الرابع أليكس مهابي. الحكم ده هو أستاذ جامعة. أيوه. في جامعة في أوغندا، أستاذ تربية رياضية، بيجيد اللغة الإنجليزية والفرنسية. هو حكم دولي يا كابتن اسلام من 2007، وكان اترشح لبطوله الامم الافريقيه في 2011 على اساس ان هو يروح بطوله الامم الافريقيه 2012، ولكن هو صادف سوء حظ ورسب في الاختبار البدني، اختبار الورنر رسب فيه وما راحش البطوله، وبسبب الموضوع ده استبعد من القايمه في سنه 2012. أيوه. في اوغندا، وبعدين عاد تاني يعني خرج 2012 ورجع تاني للقائمه في 2013، وخد افضل حكم في اوغندا في السنه ديت يعني. هو قدر يمكن اخر مباراه قدرها هنا لفريق مصر كان لفريق الزمالك في دور ال 32 مع القطن التشادي في الكونفدراليه، وكان قدر قبل كده في 2015 مباراه البتروجيت في الدور ال 64 مع فريق غزاله السوداني. أيوه. في 2015 في الكونفدراليه، وفي نفس الدور رجع وقدر لفريق الزمالك مع راين سبورت الرواندي. نعم. في دور ال 32 افريقيا. طبعا هو طبعا احنا عارفين يا كابتن اسلام ان الادوار ديت يعني دايما بيحطوا فيها مش الحكام اللي هي الحكام اللي هي بيديهم فرص. طبعا الادوار الاولى دي بتحط الحكام اللي هي ما بتلعبش، الحكام اللي هي تصنيفهم مش عالي، بتديهم فرصه في المباراه ديت. نتمنى له النهارده التوفيق باذن الله في المباراه يعني. طيب كابتن سمير، كابتن ايمن، كابتن طاقم التحكيم من اوغندا، وبالتالي لماذا تم وضع هذا الطاقم تحديدا في بدايه البطوله؟ هل تفتكر عشان هو عايزين يدخلوه في البطولات الافريقيه خلال الفتره القادمه؟ هل هو حكم جيد؟ يعني تاريخه بيقول ان هو حكم عادي يعني. هو زي ما بقول لك كابتن اسلام، انت عندك في الادوار التمهيديه بالذات، احنا تقريبا في دور ال 64 يا كابتن اسلام احنا موجودين. اللي بيحصل يا كابتن ان دايما في التعيينات في افريقيا، وانا كنت موجود،
التعيينات في الدور التمهيدي بيدوا الناس الفرص، الناس اللي ما بتلعب يعني الناس اللي هي ما بتلعبش مش مصنفه. بس هل ممكن حد مثلا من دور الاثنين الدور ال 64 مثلا نلاقيه بقى بعد كده في دور الثمانيه؟ اكيد اكيد ممكن. ما دي بتديه فرصه، هو بيكون حكم في عنده، ممكن يكون في حكام في بلده اعلى او كده، لكن انت احيانا فلازم بتديله مثلا ان انت بتشوفه بتصنفه. اكيد لو هو مستواه كويس بيمشي. برضو هنا في نقطه، لو احنا قلنا في التقييم بتاع كابتن اسلام ان هو فتره من فترات كان مرشح للامم الافريقيه، فاكيد اكيد حكم كويس. طب لا يعني، وبعدين برضو انت النهارده هنتكلم برضو بامانه، انت النهارده لما بتيجي بتعين برضو ماتشات بتشوف اهميه الماتش. طيب كابتن ايمن، ده وصول لفريق نادي اطلع بره جنوب من جنوب السودان الى ارض الملعب في برج العرب، استاد الجيش في برج العرب زي ما حضراتكم شايفين، وصول الفريق الى ملعب المباراه. اتفضل يا كابتن. بالظبط. فهو احنا كله معلش انا هفضل اقول كابتن يعني لغايه لما سمير بقى وقت واحد. طبعا ده يسعدني طبعا، ده سمير كابتني واخويا يعني وليه معزه كبيره عندي طبعًا. يعني فطبعا التقييم الحق كابتن بقى، سيبك من ان احنا بنتكلم وبنتكلم في تحكيم وبتاع، احنا شفنا يعني مش عايزين نرجع تاني للماضي في افريقيا، وشفنا حكام كتير ممكن يبقى حكم مصنف وحكم رقم واحد وتلاقيه بيعمل حاجات غريبه يا كابتن اسلام. تتوقع حكم انت بتقول بس خلاص من وصل لرقم واحد او الاثنين او ثلاثه يعني بالزبط. وصل من الصفوه يعني بالظبط، لكن انت بتفاجئ فيه ساعات في المباراه بيعمل باداء غريب صح، وممكن حكم مش معروف او مش مصنف احنا تقيمنا ليه على ارض الملعب ممكن بيقدم مباراه عاليه وتبقى انت مبسوط بيه جدا. فدي كلها في 90 دقيقه بتاعت المباراه والوقت الضايع. تتوقع ايه يا كابتن الماتش ده، او تتوقع ايه طاقم التحكيم في هذه المباراه، خصوصا في ظل اعتقد هيبقى في تواجد جماهيري كبير، 10,000 متفرج، اعتقد هيبقى تواجد جماهيري جيد في هذه المباراه. انا اتوقع بالنسبه كتحكيم طبعا يا كابتن، انا اكيد طبعا في فرق مستوى بين النادي الاهلي وفريق اطلع بره. ده بيسهل ولا بيصعب الماتش؟ لا انا ده بيصعب، انا يعني بالنسبه للحالات اعتقد ان يبقى عنده حالات كتير فعلا. يبقى عنده حالات يعني اتوقع ممكن يبقى في حالات في الركلات الحره، في الالعاب ودخل ال 18 بتبقى كتير، لما بيبقى في فرقتين اقل، لو فرقتين قريبين يا كابتن اسلام بتبقى اللعب شويه محصور يعني بيبقى محصور دايما في نص الملعب. والفرقتين يعني الفرقتين بيبقى، لكن لما بتبقى فرقه، لو فرقه اعلى من فرقه بكتير بتلاقي في العاب كتير، بتلاقي في احتكاكات كتير من الفريق اللي هو الاضعف، بتلاقي فيه ممكن تلاقي فيه حالات تسلل كتير. فدي بتبقى في اختبارات للحكم اكتر في المباراة ديت. طبعا بالتالي احنا النهارده بالنسبه للحكم اختباراته ممكن تبقى الماتش ممكن يبقى بالنسبه لنا كجماهير احنا بنتفرج على ماتش عادي، الماتش سهل. انما كاختبارات للحكم ممكن الاختبارات للحكم تبقى اكتر يعني اكتر في المباراه دي. المنتظر النهارده ان احنا نشوف اعتقد اختبارات اكتر ليه، اختبارات اكتر لحكم المباراه، حكم الساحه والاثنين المساعدين على طعم التحكيم عموما يعني طعم التحكيم. طيب كابتن ايمن، الفتره اللي فاتت التحكيم الافريقي الحقيقه ما قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية كان بيمر بظروف والناس كلها كانت بتتكلم عنها، ولكن الحقيقة في بطولة الأمم الأفريقية من وجهة نظري إن دي واحدة من أقل البطولات أخطاء للتحكيم في هذه البطولة، وبالتالي هل من الممكن إن احنا نشوف، لأن النادي الأهلي أكثر الأندية المصرية والأندية الأفريقية تعرضا للظلم خلال الفترة اللي فاتت من الحكام. قبل بس ما نكمل كلامنا خلينا نقول لحضراتكم حالا وصول فريق النادي الاهلي الى ملعب المباراه استاد الجيش في برج العرب، وكباتن النادي الاهلي الجهاز الفني كابتن محمد يوسف، ومن قبله كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن سامي قمصان اهو، وجيرالدو وكابتن طارق سليمان، وبقيه اللاعبين محمود وحيد واليو ديانج ومتولي ومعلول ورامي ربيعه. هل النهارده هنشوف متولي ولا لا؟ ده ياسر ابراهيم طبعا، ده اللي هنشوفه بقى بعد قليل ان شاء الله. هنقول لحضراتكم التشكيل الرسمي للنادي الاهلي في هذه المباراه. اتفضل يا كابتن ايمن، هل من المتوقع ان احنا نشوف ده خلال الفتره اللي جايه؟ شفناه في كاس الامم الافريقيه مستوى التحكيم فوق المتوسط بصراحه يعني ما ننكرش ده، لكن عايزين بقى نكمل. بص يا كابتن، هو يعني رب ضارة نافعة يا كابتن اسلام، ما حدث قبل بطولة الأمم الأفريقية في نهاية دوري الأبطال ده كان موضوع صعب جدا بالنسبة للاتحاد الأفريقي وفي لجنة الحكام في أفريقيا. عايز أقول لك يا كابتن اسلام إن كان بعد بطولة الأمم الأفريقية، كان بطولة الأمم الأفريقية دي كانت هتحدد حاجات كتير جدا. لجنة الحكام في أفريقيا طبعا الأمور كانت بالنسبة لها صعبة جدا في البطولة ديت، اشتغلوا جامد مع الحكام لأن الموضوع يا كابتن اسلام كان الموضوع نفسي.
الموضوع بعد اللي حصل في نهائي دوري الابطال كان بالنسبه للحكام نفسي. نعم. وكان بطوله الامم دي كانت هتغير حاجات كتير قوي، كله كان مركز. فهم اللجنه كانوا عارفين كده، فحصل تركيز جامد من المسؤولين عن التحكيم والاتحاد الافريقي وكذلك الحكام، لان هم كانوا داخلين بوضع قبليه على طول، واحنا عارفين دوري الابطال كان قبليه على طول يا كابتن اسلام. فشفنا ان احنا في الامم الافريقيه الحكام ادت اداء الى حد ما طيب، مشي بمستوى كويس زي ما احنا قلنا، ما كانش فيه اخطاء العاديه يا كابتن اسلام، ونقول ان البطوله نجحت البطوله تحكيميا، فديت ايه عملت هدوء شويه كده تاني للاتحاد الافريقي ولجنه الحكام الافريقيه يعني. تمام. فحضرتك متوقع ان السنه دي يبقى في تركيز اكبر من السنين السابقه؟ اكيد اكيد، بعد ما حدث الموسم اللي ماضي في حاجات كتير وقلنا في مباريات كتير يا كابتن اسلام، وانا اتذكرت معاك قبل كده. طيب معلش يا كابتن ايمن، نروح لزميلنا كريم احمد من ارض الملعب يقول لنا برضو على تشكيل الرسمي للنادي الاهلي. اتفضل يا كريم. كل التحية لك من جديد كابتن اسلام الشاطر، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. بالفعل تشكيل النادي الاهلي في حراسة المرمى علي لطفي، خط الدار من اليمين للشمال محمد هاني، ايمن اشرف، رامي ربيعه، علي معلول، في المنتصف عمرو السليه، حمدي فتحي، على الاطراف رمضان صبحي، حسين الشحات، وفي الامام صالح جمعه ووليد ازارو. الاحتياطي الخاص بفريق النادي الاهلي جيرالدو، جونيور اجاييه، حسام عاشور، احمد فتحي، احمد الشيخ، الشناوي، ياسر ابراهيم. من الواضح ان يمكن اكيد اللي خرج بره القائمه طبعا بالنسبه ليه المباراه يمكن محمود تولي ومجدي قفشه واليو ديانج بعد الاختيار طبعا بالنسبه ليه 22 لاعب لفريق للنادي الاهلي، لكن ان شاء الله يكون تشكيل جيد واختيار جيد من الجهاز الفني لمستر مارتن لاسارتي. وصلوا بالفعل الفريقين، كابتن ساك كالعاده، كابتن يوسف، الجهاز الفني بيحاول ان هو بينزل طبعا ارضيه الملعب، بيتفرج بشكل عام على ارضيه الملعب، بيشوف فيه علو ونجيله، لكن بشكل عام ارضيه الملعب جيده جدا يا كابتن اسلام. حضور الجماهيري كنا بنامل في اكتر من كده الحقيقه، يمكن 10,000 مشجع، ودي التذاكر او ده العدد اللي تم الاتفاق عليه بعد محاولات كبيره جدا من مجلس اداره النادي الاهلي للوصول لهذا العدد، لكن حتى هذه اللحظه يمكن انا شايف 1000 او 2000 يا كابتن اسلام حتى هذه اللحظه، لكن كالعاده اي عدد بيكون متواجد 10 افراد 20 فرد بيكون ليهم تاثير كبير جدا، لكن بنامل ان يكون في الفتره القادمه بالتحديد ومباريات النادي الاهلي يكون في عدد كبير من جمهور النادي الاهلي. البدايات لابد يكون فيها حسم بشكل كبير، لابد يكون الجمهور بيحفز اللعيبه بشكل كبير جدا. ان شاء الله باذن الله يكونوا موفقين النهارده، البدايه تكون جيده. انا معاك يا كابتن اسلام. اخر سؤال يا كريم من فضلك، عايز اساله عن وليد سليمان، هل غياب وليد سليمان عن المباراة ليه؟ يمكن وليد طبعا اكيد تساؤلات كثيره جدا بالنسبه للجمهور للنادي الاهلي. وليد سليمان بالتحديد لم يكتمل شفائه حتى هذه اللحظه، اتاكدنا من طبيب النادي الاهلي خالد محمود طبعا على حاله وليد سليمان. وليد سليمان اشتكى الايام الماضيه وما كانش بيشارك بشكل كبير جدا في التدريبات الجماعيه كابتن اسلام بجانب شريف اكرامي اللي لسه، لكن وليد سليمان بالتحديد ده اللي يمكن التصريح الخاص بالجهاز الطبي للنادي الاهلي ان لم يكتمل شفائه حتى هذه اللحظه، في كان في تفضيل كبير ان هو يكون خارج القائمه ومنها طبعا خارج المباراه، لكن من الواضح ان وليد ان شاء الله بكره هيكون راح الفريق للنادي الاهلي لالتقاط الانفاس، وبعد غد طبعا هيكون التدريب الاول استعدادا لبيراميدز. ان شاء الله من خلال التساؤلات وليد هيكون متواجد بكل قوه وبكل جديه في مباراه بيراميدز القادمه في بطوله كاس مصر. خروج مجدي قفشه وخروج اليو ديانج من القائمه، هل هناك اي تفسيرات ولا لسه؟ طبعا اللعيبه يعني احنا حابين ان احنا نقول للناس كل ما يحدث داخل فريق كره القدم في النادي الاهلي، لان ده اول ما التشكيل ده اتقال والاحتياطي اتقال هتلاقي دلوقتي التساؤلات، فانا بسال التساؤلات بتاعه الناس، لو عندك اجابه ليها يا ريت تقدر تقولها لنا. يمكن اكيد يا كابتن اسلام الكل كان متوقع ومنتظر ان يكون في اي من الوافدين الجدد اليو ديانج، محمود متولي، محمد مجدي قفشه يكونوا متواجدين في تشكيله مباراه اليوم، وكمان يمكن في التدريبات الاخيره كمان باكد يا كابتن اسلام. اهم حاجه طبعا وانت احد النجوم الكبار في فريق النادي الاهلي مع كباتننا الكبار في الاستوديو التحليلي الانسجام، وده اللي كان واضح بشكل كبير، الانسجام اللي كان في ارضيه الملعب بالنسبه للتدريبات الخططيه والتكتيك الخاص بفريق النادي الاهلي، لكن اكيد
عقب المباراه لابد يكون في سؤال هام جدا لمستر مارتن لاسارتي للمدير الفني عن استبعادهم، هل هي كانت رؤيه ان هم لسه ما انسجموش بشكل كبير مع فريق النادي الاهلي، او لسه كمان في مباراه بيراميدز، لسه في مباراه اخرى كمان لفريق اطلع بره بطل جنوب السودان وهي مباراه العوده؟ كل التساؤلات دي ان شاء الله هتكون من خلالك يا كابتن اسلام. هنحاول ان احنا كمان خلال الدقائق القادمه، مجرد كابتن محمد يوسف يطلع او مستر مارتن لاسارتي، نحاول ان احنا ناخد تصريح من على لسانه استبعاد الثلاثي ليه من هذه المباراه او من القائمه بشكل عام. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كريم، زميلنا كريم احمد من ارض ملعب استاد الجيش في برج العرب. كل التساؤلات اللي حضراتكم بتسالوا عليها واجبنا هنا ان احنا دايما نسال هذه التساؤلات، لان بعد المباراه على طول هتلاقوا الناس، وان شاء الله بعد المباراه. لكن خلي بال حضراتكم، وده طبيعي جدا ان انت لما يجي لك حد جديد على الاقل ماتشين ثلاثه اربعه كده يقعد يتفرج على الفريق وينزل ربع ساعه نص ساعه. ده دايما ده اللي كنا بنشوفه كابتن ايمن خلال الفترات الاخيره، او خلال الفترات اللي كنا بنبقى متواجدين فيها في الملعب. بنشوف المدير الفني دايما لما بيجي حد جديد بيسيبه بره شويه لغايه لما يبقى في انسجام، يبقى في كذا في كذا، يعيش الجو يا كابتن اسلام، يعيش الجو الاول وبعد كده بينزل عموما. يا كابتن ايمن ان شاء الله ننتظر حضرتك بعد المباراه ونشوف رؤيتك مع او لطاقم التحكيم الاوغندي بعد مباراه ان شاء الله النادي الاهلي و نادي اطلع بره باذن الله. كابتن اسلام شكرا جزيلا يا كابتن ايمن، شكرا كابتن اسلام، ان شاء الله نشوفك بعد المباراه. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنلتقي بفقرتنا الثانيه. دكتور احمد ثابت هتكلم معاه عن الاحصاءات والارقام، ماذا تقول الاحصاءات والارقام بعد الفاصل مع دكتور احمد ثابت.